لحظات الأخيرة مشاهدينا فتحت البوابات، بدأت المنافسة ما بين الجاد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات. مشاهدينا الكرام، الانطلاقة تبدأ من بريق الرياض في المركز الأول وشموخ الحجاز في المركز الثاني، ومن الداخل التقدم لي في هذه المنافسة لعصبية التوحيد في المركز الثاني، وشاهد أيضا من الخارج في المركز الرابع هل الشعاع والمنافسة المثيرة. مشاهدينا الكرام، صبية توحيد في المركز الأول من الداخل، من الخارج يشاهد شموخ الحجاز وأيضا بقية الجياد والأفراس المتنافسة في هذا الشوط. غدير الضامي في المركز الرابع، محاولات مجددا لبريق الرياض للتقدم، ابنة موفق تحاول التقدم مجددا، وهلة شعاع من نسل طيب عريب في المركز الثالث، بشموخ الحجاز في المركز الأول الآن مع الاقتراب من علامة 600 متر. اللحظات الأكثر إثارة في السباقات وسباقات الفروسية، شموخ الحجاز ابن افتتاح وفي المركز الأول الآن يقود الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط في متابعة لهلة شعاع، ومتابعة أيضا من غدير الضامي في المركز الثاني، محاولات للتقدم للمركز الأول، ضغط كبير على شموخ الحجاز في هذه الأثناء. من الداخل غدير الضامي يحاول التقدم، وشموخ الحجاز من الخارج، غدير الضامي من الداخل يحاول التقدم، بالفعل غدير الضامي هو صاحب المركز الأول.